احنا كله ولادي وبناتي في برنس دي. الفيديو ده انا كنت عامله عشان اهنيكم بنجاحكم وبمجهودكم الكبير اللي عملتوه في برايمر 6 من 3 سنين. ساعتها قلت لك ان خد بالك داخل على مرحله ومشوار كبير، بدايه حلم واول خطوه في طريق مستقبلك، في طريق حلمك اللي لازم تبقى ممسك بيه وتعرف ان مهما قابلك ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك ابدا، وباذن الله هتحقق حلمك وتكمل مشوارك وتبدا خطوات في مرحله جديده، وفي نفس الوقت هتقدر تعتبر كل اللي فات ده عباره عن ذكريات، ومهما حضر ومهما قصرت ومهما كان كسلك انت قدامك ان امسك في الفتره اللي جايه واحقق حلمي واسعد كل اللي حواليا. وما تقولش منهجي كبير هم كبير، لا، ثق دايما ان ربك كبير وان قادر برغم كل اللي حصل ده يقدر تقوم من تاني وتقدر تجيب مجموعة وتنجح، وابقى دايما فخور بيكم. وهطبق الكلام ده على نفسي قبلكم، والفترة دي بإذن الله هنقضيها مع بعض ولغاية ما نوصل لهدفنا وتحققوا حلمكم وتنجحوا بمجموعة كبيرة. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. الدنيا
دايما بيشوف جمالها وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها خلي احلامك.